فيروس كورونا المستجد ظهر مؤخرا في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر 2019، ويعتقد أنه مرتبط بالحيوانات، ولا يوجد علاج نوعي للفيروس أو لقاح يمكننا مقاومته عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون عند التعامل مع الأطعمة والحيوانات وعند لمس الحيوانات والقمامة، وأيضا عند تغيير الحفاضات أو مراعاة شخص مريض. تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، طهي اللحوم والبيض جيدا، تجنب الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين. أعراض الإصابة بفيروس كورونا الحاد: الحمى، السعال، ضيق التنفس، التهاب رئوي حاد. عند وجود أي من هذه الأعراض توجه إلى أقرب مركز صحي.